غادر فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد زيارة للمملكة أجرى خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في وداع فخامته في مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد محمد خليل سفير جمهورية المالديف لدى مملكة البحرين وسعادة نائب محافظ محافظة المحرق وعدد من المسؤولين.